مارجريتا كوكتيل. مارجريتا كوكتيل عادة بتقدم بالكاس المخصصة له والمصنوعة له اللي هي المارجريتا جلاس. وإتس شيكينج كوكتيل، بتقدم بطريقة الشيكينج، بطريقة البلندينج أو سترينينج. فاليوم بدنا نعمله طريقة الشيكينج and with ice without straining. أوكي. نضيف ثلج. ضفنا ثلج في الميكسينج جلاس تبعتنا. جاهز. 4 cl مالفادو. 1 2 3 4 باونس. 2 cl of triple sec. احنا قلنا بالاصل it's a quantro بس ارخص لتستعمل استعمل triple sec. So 2 cl of triple sec. 20 ملليلتر of sour mix. يعني 10 ملليلتر من هون لايم، 10 ملليلتر sugar syrup. فصار عندنا 20 ملليلتر of sour mix. هلأ it's ready for shake. Before we shake, we have to rim the glass. لازم نرم الكاسة ب lime wedge. وصالت لتصير جاهزة للمارجريتا. نعمل شيك. كوكتيلنا جاهز ليتقدم. قلت لكم two ways: blending way و shaking way. ممكن بعد الشيكينج تقدمه حسب ما الزبون بده. straining without ice. وممكن تقدمه مع الايس. two ways. بس straining is better. بس في يوم يكون حر كتير بيتش ستايل قدم التلج معه ليضلوا محافظ على بوروتو. garnish with lime wheel. وهيك صار في عنا مارغريتا كوكتيل with malvado. Cheers.